قام الدكتور الإنسان بدران العمر مدير جامعة الملك سعود بتكريم الطالب تركي بن بندر الرشيد من قسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال، وذلك لتفوقه وتميزه بالجامعة. وقد تم التكريم في مكتب معالي الإنسان الدكتور بدران القدوة، فكانت قبلة الكبار من المسؤول الأول بالجامعة على جبين الطالب المتفوق والمتميز تركي بن بندر الرشيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حصل على المركز الأول في السنة النبوية والمركز الثالث في حفظ القرآن وتفسيره، وذلك للأعوام 1432 1433 و 1434 و 1435 للهجرة، وذلك على مستوى مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض. بدران يا دكتور شيخن على ساس، بدران يا دكتور شيخن على ساس، معك على طيب المواقف صداقة، تعامل العالم برقاه وإحساس، وتشجع اللي فيه همه لعاقة. بدران يا دكتور شيخن على ساس، معك على طيب المواقف صداقة، تواضعك ما له حدود ولا قياس، يا صانع عالم جاد فهم برواقة، القلب الأبيض فيك مفتوح للناس، بينك وبين الناس طيبة العلاقة. بدران يا دكتور شيخن على ساس، معك على طيب المواقف صداقة، تركي يسولف بك ويرفع بك الراس، اللي على لقياك ساد اشتياقه، اللي تعاليمك لها اليوم نبراس، منك الكلام الزين والفعل راقه. بدران يا دكتور شيخن على ساس، معك على طيب المواقف صداقه، دكتور فيك العز والاصل والساس، كثير الناس ربع ورفاقة، أنت الذهب معدنك ما هو من نحاس، مذهبك والطيبان مجرد صداقة. بدران يا دكتور